احنا معانا على التليفون دكتور سيف رجب قزامل، العميد الاسبق لكليه الشريعه والقانون بطنطا. اهلا 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 يا دكتور. وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيب اولا، ومبروك على التكريم يا دكتور. الله يبارك فيك يا استاذ مجد. الله يبارك فيك. ربنا يخلي حضرتك يا دكتور. دكتور سيف، يمكن انا محتاج اعرف حاجتين، واحد منهم انه واحنا بنحتفل بالمولد النبوي المبارك، بماذا يوجهنا الدكتور سيف في هذه المناسبه؟ ايه اللي ينصح به المجتمع المصري؟ دي اول حاجه. الحاجة التانية كنا عاوزين نتكلم على هذا التكريم بتاع النهاردة، وكيف يرى تكريم من الرئيس، أو كيف يرى دكتور سيف تكريم رئيس الجمهورية ليه؟ لا شك أننا في هذه الأيام الطيبة المباركة تحتفل مصر قيادة وشعبا بذكرى ميلاد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذه الذكرى العطرة فعلا جاءت متفقة مع ذكرى العاشر من رمضان 93 هجرية 73 ميلادية، في عبور الجندي المصري قناة السويس المانع المائي الواسع والساتر الترابي العالي 20 متر فأكثر، الجنوب دون البواسل. هذه الذكرى إنما هي ترجمة حقيقية لجندي مصر وشجاعة مصر وقيادة مصر والفطرة السليمة عندنا والحمد لله، والتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. واستمعنا اليوم لكلمة فضيلة الإمام الأكبر وفخامة رئيس الجمهورية، إنما هي ترجمة حقيقية فعلا أن نتمسك جميعا بمكارم الأخلاق التي دعت إليها الشرائع السماوية كلها، إنما اتفقت على العمل بمكارم الأخلاق من العدل والمساواة والشهامة والمروءة والكرم والنجدة وكل المكارم العالية التي اتفقت عليها الشرائع السماوية والتي تتفق مع الفطرة السليمة. حقيقة هذا اليوم فرح، يعني معلم لقائدنا العظيم فخامة الرئيس ولقائد الإمام الأكبر وهذه الجموع الطيبة من أبناء مصر الأوفياء من شتى يعني الوزارات والهيئات والمؤسسات الدينية مسيحيين وأقباط. هذا يدل على التلاحم، لا فرق بين مصر وآخر، لا فرق بين رجل وامرأة، كل المواطنين سواء أمام القانون. وإنما دعوة شريفة من فخامة رئيس الجمهورية، إنما دعوة إلى العمل والجد حتى تنهض مصر وننهض بمصر التي يعني يعرف قدرها الجميع ويشهد لها القاصي والداني. فهذه الذكرى حقيقة يعني تذكرنا بأننا ينبغي أن نستغل كل دقيقة في خدمة مصر وفي تنمية مصر، كل في مجال، العالم في مجاله والمدرس في مجاله والمهندس في مجاله والطبيب في مجاله. لن تنهض مصر أيضا إلا بالجهد الجميع، العامل والفلاح والتاجر والمهني وشتى الأوساط الإسلامية. مصر تحتاج منا إلى أن نكون جميعا جنودا لمصر، كله في مجاله حتى يعني تعلو رايتها دائما إن شاء الله بإذن الله قيادة فخامة رئيس الجمهورية بإذن الله. بإذن الله دكتور سيف. وكيف أرى دكتور سيف هذا التكريم، يعني تكريم لدكتور سيف بشكل خاص، وتكريم أيضا لعدد من العلماء والفقهاء في الشريعة وفي القانون وفي الفقه سواء من مصر أو من غير مصر؟ هو في الحقيقة يعني تكريم بعض العلماء، يعني طبعا نلت هذا الشرف من فخامة رئيس الجمهورية، فيعني نالني الكثير طبعا لا شك من يعني هذا يعني الكرم فخامة رئيس الجمهورية، انما هو تكريم للعلماء جميعا ولأهل العلم والدين عموما حتى يعني نبذل الجهد الأكثر والأكبر لما يتطلبه الدولة من جهدنا، لأن مصر يعني هي قلعة وأساس العالم الإسلامي. فنعلم جميعا أن الأزهر هو الذي غزى العالم الإسلامي بالعلماء والقراء القرآن وتفسير القرآن والعقيدة الصحيحة ووساطية الإسلام التي وردت في القرآن الكريم والكتاب والسنة، يعرف العالم كله فضل مصر. ومن ثم بجهد العلماء والمفكرين والمثقفين في مصر
وهم يعني قلعة الفكر والثقافة عندنا والحمد لله والعلماء. هذا الجهد الطيب ينبغي يعني أن يرى النور ويسطع حتى نضحض الإرهاب والأفكار الشاذة الشاذة التي هي لا تتفق مع طبيعة المصريين، وننبذ هذه الأفكار، ولا يكون ذلك إلا بجهد العلماء والرأي بالرأي والفكر بالفكر المبني على الحجج والبراهين. في هذه الحالة تخمد هذه الدعوات الشاذة التي تنبو عنها مصر وينبو عنها يعني تنبو عنها أخلاق المصريين رجالا ونساء. فبجهد العلماء إن شاء الله يعني تبقى مصر ساطعة نيرة لا مجال فيها إلا الرأي السليم الصحيح الذي يتفق مع الفطرة السليمة ومع صحيح الدين إن شاء الله بإذن الله. أشكرك جدا. تكريم العلم والعلماء حقيقة إنما هو شحد لهممهم حتى يعني يشمروا عن سواعدهم في إبراز معالم الدين الإسلامي والفطرة السليمة التي اتفقت عليها الشرائع السماوية التي تنبذ الحرب والكراهية وإشمئزاز الآخر أو التنمر من الآخر أو يعني رفض التعايش السلمي أو ما إلى ذلك. صحيح. الوسطية هي قيمة الحضارة وتتفق مع ما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى مكارم الأخلاق. صحيح 100%. أشكرك جدا دكتور سيف رجب قزامل العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا.